اي بي جيمنج وفيديو جديد. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. وقبل ما نبدا فيديو النهارده، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واخيرا يا ابطال، رجعنا يعتبر بالتحقيقات. بقالنا كتير قوي مش بنعمل تحقيقات على القناه، يعني بسبب اللي احنا بدنا نعمل افلام كتير، بس واضح كده ان انتوا فعلا بتحبوا سلسله التحقيقات وحابين ان احنا نكمل فيها. وفعلا الفتره اللي فاتت حصل حاجات كتير جدا. فعامه يا ابطال، اللي هيحصل كالاتي: ان شاء الله هيبقى فيه كل يوم فيديو تحقيقات، يعني حاول لنا، يعني هو عامه كده كده جدول القناه بيكون فيه كل يوم فيديو الساعه 8، لكن فيديو ايه بقى ما اعرفش. يعني ممكن مره يبقى فيديو روبلوكس، ممكن مره يبقى لعبه تانية، ممكن يبقى تحقيقات، ممكن يبقى فيلم روبلوكس، على حسب يا ابطال. فالنهارده يعتبر فيديو تحقيقات، والنهارده جاي يعني اكتشف واحد هاكر جديد انتوا اللي قلتولي عليه، مش انا، يعني مش انا اللي جايبه من دماغي، لا انتوا الابطال اللي قلتولي عليه. طبعا فاتح دلوقتي حساب التحقيقات ويلا بينا. تقريبا هو ده الاسم. طبعا يعني واضح في تحديث اصلا حصل في لعبه روبلوكس زي ما انتم شايفين. هنا ده الهاكر ده، ناس كتير قوي بتتكلم عليه وبعتت لي كتير قوي على انستغرام، اللي هو اسمه، بعتت لي اسمه كتير قوي على انستغرام. الهاكر ده فاتح من ساعتين. تعالوا كده نبعته ده بصداقه ونعمل له فولو قبل اي كلام. هنا زي ما انتم شايفين شكله عامل ازاي. شكله عامل زي البلياتشو، غريب، قاعد على كرسي متحرك، يعني ده يبين اللي هي مش بتمشي اصلا، او ممكن تكون الشخصيه دي بتمشي على شخص، يعني على حاجه متحركه، كرسي متحرك. انا مستغرب من الشخصيه لان اول مره اشوفها صراحه. هنا الاصدقاء، هنا الجروبات اللي هي فيها. تعالوا كده نبص. في الجروب ديزدولي، كويس قوي. بصوا في الجروبات كلها اكتريتها مرعبه، كل الجروبات يعني اكتريتها غريبه شويه. تعالوا كده نشوف. طيب هي عامله لمين فولو؟ اللي هي عامله ليه ما اعرفش ايه ده. معرفش سينج مونستر كل ايه ده، ام دي اي ار بي. وعمل ديس دولي اللي المفروض ده كان حسابها رسمي اصلا، بس حصل فيه معرفش بقى اتاخد ولا مين اللي خده. طب ده فعلا هي دي ام دي اي ار بي الحقيقيه دي، كمان بتلعب ماب اسمها تي دي تي تي دي 3، يعني مش عارف ايه الماب دي. ما علينا، انت ليك يوم يا مضرب، انت ليك يوم. تعالوا كده نشوف حد تاني، يعني استنوا كده. نشوف بقى الاصدقاء. 27 صديق، نفس الناس اللي عامله لها فولو. ايه ده، ازوينا، مش عارف مين الناس دي. اكتريت الناس اللي هي المفروض اللي هم الهاكر او اللي بيقلدوا شخصيه الهاكر بيكونوا بيدخلوا على ماب اللي هي راجدول انجاين. مش عارف ليه الماب دي، يعني الماب دي مالها، يعني مش عارف، غريب الموضوع ده. ايه ده، تورليو، ايه ده، الايميل ده غريب. واحده بتحاول تقلد تورليو بس مسميه اسم كده غريب. تعالوا كده نشوف دي برضك، دي لفتت انتباهي صراحه. عامله فولو لمين؟ عامله فولو لارتم. مش عارف ايه الاسم ده، يعني اسم غريب بصراحه. والاغرب شكلها، يعني انا شايف بصراحه ان الاغرب شكلها، يعني انا مش عارف، عمري ما شفت حد كده صراحه، يعني ايه السكن الغريب ده، مش عارف. طب احنا ممكن ما اظنش اللي تبقى عندها ماب اصلا، فهنعمل كده بلايرز كده، لا جيمز. ماشي خلاص هناخد الاسم كده ونحطه ونعمله جيمز. ما اظنش اصلا يعني ايه اللي تبقى عندها ماب، لا الشخصيه مش مشهوره خالص يعني. تعالوا كده، هي حاطه طيب اي مابات؟ للاسف مفيش اي ماب في الفيفوريت خالص. وهنا الجروبات، تعالوا كده طيب ندخل عليها. هنا ايه ده، تقريبا ده جروب بنات او حاجه زي كده، ما علينا من ده. هو هنا في جروب تقريبا ده بتاع مضارب حاجه زي كده، بس مش عارف هو ده اسمه تقريبا، هو ده تقريبا غيرت اسمه، معرفش هو كان كده ولا لا، بس فعلا هو ده الجروب هي منضمه فيه. تعالوا كده ندخل فيه، يعني اشمعنى احنا بحساب التحقيقات لازم نعمل كل حاجه. شايفين الجروبات فيها حاجات كتير جدا غريبه، يعني مش عارف ايه ده. ديز ارت، ايه ده، ده الجروب بتاعها ابطال. ديز ارتم مش عارف ايه ده، يعني تعالوا كده، يعني مش عارف ليه كل ما اجي اعمل جوين يقول لي لازم اعمل الحركه دي، لما مش عارف. ايه ده هنا في ناس ظهر جديد. استنوا مين ده، هو ليه الناس كده غريبه؟ ايه الماب، تي تي هاكر ميتنج. في ناس كتير قوي ابطال على الانستجرام وعلى اليوتيوب، ناس كتير قوي بعتت لي اسم اللي هو تي تي هاكر.
وعلى فكره في لسه في فيديوهات كتير قوي هعملها على الموضوع ده، لان انا قلت لكم اكتبوا لي اسامي هكرات، وانتوا بصراحه يعني انتوا يعتبر شكيتوا في العالم كله، بس الصراحه انتوا مش يعني انا مش يعني مش اي شخص كده هدخل ابحث عليه، لكن انا ببحث على كله قبل الفيديو، وبعديها بقول اه ممكن ده فعلا يكون هاكر، وبعديها بنعمل عليه فيديو، لان انا مش هينفع ابحث عن اي شخص وبعدها اتهم انه هاكر وهو اصلا مش هاكر في الاخر. لكن بصراحه الشخص ده غريب شويه، مش عارف ولا يعني ايه الماب بتاعته دي غريبه برضه غريبه. هو تقريبا هنا بيلعب معرفش ميتنج بي، ايه ده تقريبا هي دي المابات اللي بيلعبها. تعالوا كده ينفع ندخل؟ ايه ده دي هي باين هو لا دي الماب المشهوره دي. ايه ده؟ لا لا ملهاش دعوه خالص، هو ده اللي ملهاش دعوه. المشكله اللي هو ما فيهوش يعني مثلا ما فيش ماب، ما هو بس كده الشخص يعني، حتى الناس اللي عامل لهم فولو عامل ام دي ار بي وديز دولي، فهل ممكن يا ابطال يكون ده فعلا تبعهم؟ الموضوع بقى غريب شويه بصراحه، وانا مش عارف هل فعلا ممكن هو يكون تبع يعني ام دي ار بي وديز دولي وكده، مش عارف يا ابطال، بس يا ريت تقولوا لي تحت في الكومنتات. فبس كده يا ابطال فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، اي بي جيمنج ابطال الجيمنج، وسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى. اوه